النهايه كيتقسموا على ثلاثه السنوات الاولى ثلاثه السنوات التاليه. يعني هذو اللي عندهم واحد الاولويه لحده مثلا المستشفى اعطينا ثلاث سنوات الاولى 2011 2014 هو المخطط كيفاش غادي يجي؟ حيت حنا هذا المخطط ما عندوش العمر ديالو فوق 2016 حتى الا بقات ما دارتش هذا المشروع راه غادي ندير مخطط اخر تاع عمر 2016 يعني هذا الاخر الافق تاع 2016 هو النهايه تاع 2016 اذا بان شفتي جميع البرامج تاع الدوله كامله هذاك الافق 2016 كانت الافق 2015 دابا دايرين الافق 2016 انجاز الدراسه الحفر ووضع الاسلاك الكهربائيه الاعمده والمصابيح الكهربائيه حامله المشروع هي عمل تقنيه الناظور مع المكتب الوطني للكهرباء عمل تقنيه الناظور بلديه زايو يعني هو عادة غادي يخص ستة أشهر تاع المدة ديالو في أفق 2012 ابتداء من حي سيدي منصور إلى غاية الطريق الوطنية رقم جوج التكلفة ديالو 2,400,000 درهم. شرعوا في العمل ديالو الأدرسة لي سيميسيونير يعني لي زونتربرونور لي تنافسوا على السلطة جاوبوش يبغوا لي لو كريدي عندنا 10 مليون وما داروا 2 مليون ما كاين حتى 11 مارش كيتعاونوا الدراسة ودابا الدراسة ديالو جاهزة يمكن من هنايا أنا عرفت بلي راه مزيان هو السي عبد الكريم بحال واحد الشتيمة هذه سيما معنا اش قال له؟ قال له هذا المارشي ما عمر عليه حد يعني هذا المارشي ما عمر عليه تاوى يعني ما تنزلش ما تنطحش لا ولكن دابا حنا صراحة هو الجديد هو السي عبد الله هو كيف اسمح لي اسمح لي باش يقول لي ما عمر عليه حد راه كاين الجرائد الوطني كاين لا كاين في نفتر هو ما دابا الى عندكم ما بغيتش نقول لكم دابا تسميه في البوابه لا هو الجديد ما غنستعملها هذا الصوت السي عبد الله يمكن ترى هو الجديد اللي هي ثانويه في زايلو هي ما عمر عليها حتى واحد درنا روسي للمارشي ديالها ولكن ما عمر عليها حتى مقاوله هذا هو الشيء اللي جعلها ما عمرها حتى حد يعني المارشي ديالها ما عمرها حتى هو غير حائط دائري حاملة المشروع هي بلدية زيو الشريك هو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المدة الزمنية 4 أشهر تتعلق بمقبرة سيدي عثمان فيها 500,000 درهم 50 مليون نمشيو في هذا الاتجاه اما باش نزيدو يعني نخسرو الفلوس على التوسيع ديال المقبرة وهي غادي تحل مشكل دابا كيظهر لي لا شك وانا كان مقر ديال المجلس وكان التشخيص التجاربي كيقولوا بان خصنا نوسعوا ديك المقبره في ديك الارض اللي كاينه ديال الاوقاف الجهه الامنيه اللي كاين دوك المطامره كاين واحد المكان تما اللي فيه واحد المساحه قل من هكتار اللي خصها واحد التوسيع دائم يعني هو دوزي في واحد 5 سنين المال اللي ما يتحركش تديرو انت فواحد البلاصه ونهار اللي تجي تنجزو تسير عليك عندك مشكل ديال الارض عندك مشكل ديال هذه ديال الدراسه ديال حنا مع هذه القضيه اللي عرفنا بان السي بوشعيري مشى اللي سيت اللي هما يعني عندهم يعني واحد التطرق مع البنود ميناجمون ولكن المقترح ديال السي حسن الجيل حتى هو مهم ان ديك العباره اللي زدتو كتخلينا حنا كمجلس فينا يلا